نعود إلى الشأن العربية هذه المرة من تونس، حيث تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة على أن يتم غلق الباب غدا الجمعة. وقالت وكالة الأنباء التونسية أن عدد المترشحين بلغ حتى الآن 50 شخصا، وذلك لخوض غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 15 من سبتمبر المقبل. للتعليق عن هذه الانتخابات وهذه الترشيحات ينضم إلينا هاتفيا من تونس السيد أبو بكر الصغير المحلل السياسي. سيد أبو بكر، رحب بك على إكسترا نيوز. وخمسون مرشحا تقدموا بأوراق ترشحاتهم إلى هذه الانتخابات الرئاسية، اليوم فقط ربما تقدم قرابة 10 مرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية. هل هذا العدد الكبير نسبيا في هذه الانتخابات يعكس التنوع وتنوع الأحزاب السياسية والرؤى السياسية المختلفة والمتناقضة أحيانا في تونس وعلى الساحة السياسية التونسية؟ أعتقد أن هذا العدد هو يعكس الأمر، هذه الفوضى السياسية التي تعيشها تونس، باستثناء تقريبا 10 مرشحين يمثلون أحزاب أو أقطاف أو ائتلافات سياسية، البقية هم ناس معناتها من العامة الشعب لا يعرفهم أحد، وقد بادروا بهذا التحرك واعلان رغبه ترشحهم لهذه الانتخابات للبحث عن شوشره اعلاميه. واعتقد ان الحكومه والسلطات مطالبه بتتبع هؤلاء قضائيا، نعم، لان هذا مس من هيبه اهم مسؤوليه واهم منصب رئاسي في البلاد. لكن هل يوجد قانون لملاحقه من يتقدم باوراق ترشحه الى الانتخابات؟ اعتقد او اظن هذا حق مكفول للجميع دون استثناء. حق مدفون دستوريا صحيح الدستور الجديد، ولكن هنالك القانون الذي يمنع كل من يمس من هيبه مؤسسات الدوله ومن صورتها، فالذين يغامرون بالقيام بمثل هذه الاعمال واذاعه وقت هيئات وكذلك خلق حاله من الفوضى فهم كذلك يتحملون مسؤوليه عن خلفيه تحركهم. وهنالك حديث اليوم في تونس ان هنالك اطراف خارجيه هي التي تدفع هؤلاء بتقديم ترشحاته، فهؤلاء لا يفقهون شيئا في السياسه، حتى مستواهم التعليمي هو مستوى ابتدائي جدا، ولا يعرفون حتى معنى منصب رئيس جمهوريه وما هي صلاحيات رئيس جمهوريه، ولا يعرفون حتى لماذا فعلوا ذلك. فهنالك مترشح سالوه لماذا اتيت؟ قال هنالك اشخاص دفعوني الى هذا المكان واعطوني في كل الاحوال ربما النتيجه النهائيه لهؤلاء المرشحين والقائمه النهائيه لهؤلاء المرشحين سوف تفرز اشخاص باعينهم، او هؤلاء الذين يعني حققوا الحد الادنى من الشروط او الشروط التي يمكن من خلالها التقدم لهذه الانتخابات. كانت هناك ايضا سيد ابو بكر تصريحات ربما جاءت من قبل اللجنه العليا المستقله للانتخابات في تونس بانه يجب ان يعاد النظر في اجراءات التقدم لهذه الانتخابات، هل يمكن بعد هذه الانتخابات ان يعاد هذا القانون، ان تعاد اجراءات او ان تشدد اجراءات التقدم لانتخابات الرئاسه؟ نعم صحيح، هذا مطلب أساسي ومطلب تقريبا تجمع عليه كل الأطراف السياسية، وهي تتجه أكثر من ذلك إلى تغيير حتى الدستور بخصوص منصب رئيس الجمهورية ومن يمكن أن يترشح له وما هي الاشتراطات الضرورية وكذلك كيف تكون صلاحية رئيس الجمهورية. أعتقد أن ربما ظهرت النافعة الوضع اليوم في تونس وهذه الفوضى التي أوجدتها ترشحات برئاسة الجمهورية من شأنها أن تدفع وتقنع الجميع بضرورة القيام بمراجعات كثيرة عن هذا الدستور الذي يحدد طبيعة النظام السياسي اليوم في تونس. هذا في جانب، وفي جانب آخر بالنسبة للرئاسيات الجميع ينتظر الساعات القادمة لأن هنالك قرار مهم سيتخذ فيما يتعلق برئيس الحكومة. اليوم هنالك اجتماع للهيئة السياسية لحزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس الحكومة السيد يوسف شاد، وسيقرر نهائيا هل سيترشح رئيس الحكومة أم لا، خاصة بعد فشل التحالف مع حركة النهضة ومبادرة هذه الأخيرة بترشيح نائب رئيسها وأحد قياديها البارزين وهو عبد الفتاح مورو. نعم، يعني أنت تقول لنا تحيا تونس ربما سوف يرشح يوسف شاهد. نداء تونس رشح وزير الدفاع بعد استقالته الزبيدي، وايضا حزب البدائل على ما اظن رشح القروي او نبيل القروي وهو رجل اعمال كبير وقيادي كبير سياسي كبير في تونس. حزب قلب تونس رشح نبيل القروي. نعم عفوا، حزب البديل رشح مهدي جمعه
رئيس الوزراء، نعم رئيس الوزراء السابق. نعم اذا يعني نعم اذا هناك ربما قائمه تبدو متزنه، هناك احزاب سياسيه رشحت، احزاب سياسيه مختلفه رشحت سياسيين ثقال في هذه الانتخابات. برايك الى اي مدى يمكن لهذه الانتخابات الرئاسيه ان تكون انتخابات ساخنه في الايام القادمه؟ ستكون ساخنة جدا، لأن لأول مرة اليوم ليست هنالك قطبية ثنائية. في الانتخابات السابقة كانت هنالك قوى حدثية، قوى مدنية في مواجهة قوى الإسلام السياسي التي تمثلها حركة النهضة، واليوم هنالك تشتت كبير في عدد المرشحين والأحزاب كذلك، وبالتالي ستكون المنافسة شديدة وشديدة جدا. أعتقد إذا لم تبادر بعض الأطراف إلى تأسيس إلى تحالفات وجمع بعضها في على الأقل الأطراف المتقاربة سياسيا وإيديولوجيا وعقائديا، لأن النهضة في نهاية الأمر تبقى هي حالة خاصة، حالة غير متجانسة مع بقية الفعاليات السياسية الموجودة على الساحة، وهي حزب عقائدي محدد بإيديولوجيا معينة، إيديولوجيا الإخوان وهي التي تحكمه. ولهذا فإذا كان إذا أرادت الأحزاب المدنية والحدثية والوسطية أن تتفق وأن تنقذ البلاد، أن تتفق على مرشح واحد يدخل هذا السباق في مواجهة مرشح حركة النهضة التي تبادر لأول مرة منذ انتفاضة 2011 بتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يعد أعلى سلطة في البلاد والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك الذي يضمن السياسة الخارجية، مع الإشارة أن هذه النقطة السياسة الخارجية كانت المحور الأس في الخلاف مع كل الأطراف التي رغبت أن تتحالف مع حركة النهضة، لأن اشتراطات النهضة كانت أساسا أن تبقى تونس ضمن المحور القطري التركي ولن تغادر هذا المحور وتحافظ على نفس المكاسب التي انتهجتها تونس خلال السنوات الماضية من حكم النهضة. وأعتقد أن هذه النقطة خلافية مهمة سيحددها رئيس الجمهورية المقبل. نعم هو المسؤول. نعم وسنرى إلى أين سوف تصل هذه الانتخابات ومن سوف يفوز بهذه الانتخابات، ويبدو أن تونس مقبلة على صيف ساخن هذه الأيام. في كل الأحوال السيد أبو بكر الصغير المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من تونس العاصمة.